راديو ميت تسمعوا في شاوي رمضان متواصلين معكم حتى الخمسة متاع العشية. كنا حكينا على كسكسي ليلة النص بأنواعه وحكينا على سلايت وكيفاش نفوحوا سلايت وليساس الخاصين بسلايت باش نمشيو توا لدبارة السحور. في دبارة السحور في دبارة السحور اليوم باش نعملوا ساندويتش شاورما. ما هو ذكرتني قد حكينا قلنا ما ثماش برشا حاجات الليلة في الطاولة. هي بتبعتها معناتها من الغدوة تو تشوف معناتها كيفاش طاولة مش تولي معناتها بتبعتها تبدا العد. غدوة نبداو نقصوا البريك والأنواع متاع سلايت تولي نوع برك. هما النساء ما يقولكش مش نقص. والله انا قلقت من البريك. نقول انا ما قلقتش معناتها نحب قعد البريك. هي مش باش تنقص معناتها اقل حاجه. وبالنسبه لي بعد ما تقول تنقص البريك نقص عليها شارج كبيره وقعد البريك ما تكلفليش حكي فيها. اما هما الناس بدها تتعب. علاش قعد البريك توقف في الكوجينه برشا راهو العرض. اي اما ما تاكلش فلوس برشا ورقه. ليش عندنا في الفلوس؟ احنا نحكيو المراه بالنسبه لها هي مش فلوس. انت عندك انت فلوس. المراه عندها وقفه الكوجينه. مش تقف تقلي كعبه بريك تاخذ وقت. مش كعبه راهو عائله دونك يزمها من 6 ل 7 كعبات بريك تاخذ بنتها بريك بنتها شو نعطيك حاجه منال ونفس الحكايه عندك زنفيتيسن ودبر راسك. مشروط كي تعملوا في سير الايام نوع كي تعملوا في العيد حاجه اخرى سبحان ربي تقول بركه مع عند ربي. البريكه كي تعملها في سير الايام نوع كي تعملها في رمضان بنة اخرى وما تنجمش تاكلها كل يوم في سير الايام كيما في رمضان. فما الناس ياكلوها كل يوم. اي والله 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 من انا اليوم شرهت نحب نعمل شويه مشروط. احنا تو مشروط هكايا ما حكيت لك انا مشروط شويه لحمه كي شويه مخلطه كل شيء هذا جست. احنا مش دبرت هذا نشكون دبرت سحور راهو. احنا مش نحكيو على الشاورما. نشكون نجم نعمل شويه لحم ناخذ شويه لحم مخلطه ولا شويه حتى فاد ولا شويه كبده ولا شويه 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 راهو قصه طريفات صغار نفوحها كما نفوح المشروط ونطيبها سله سله. كيفاش تفوحوا المشروط؟ انا في ساعه نفوح تعرف الوقت. شوف المشروط بالنسبه انا فلفل احمر وكركم. فلفل احمر المشروط بالنسبه لي انا هو فلفل احمر لا يتحط له طماطم لا يتحط له حتى شيء. دونك ما نطيبوهش هكاك. قل في نابل. قل في نابل يجي لونه معناتها ازعر. اي ازعر. كركم ملح فلفل اكحل حاجه اخرى. المشروط اللي نعرف الخريه ملح وفلفل اكحل. المشروط نتاع ابن خيار ولا نتاع اللي نعرف لو قربه ولا بلايص هنا انا برفان نجبد هكا لكن ماذا بينا نحكيو. المشروط انتو كام تاعنا يمشي انا يمشي احمر يمشي احمر موزوز فهمتني شنو نبي. لا احنا ديك نقولوا هذيك مشروط ولا مشلوط ولا كل واحد باش يسميه. معك شويه بصل ومعدنوس مع خبيزه حتى من خبز الشوارع مش نحكي عليها تو. من خبز الشوارع مش نحضر له الساندويتشات نجم ناكل به زاده. هو خبز طابونه نتاع الشوارع مش ناكل به زاده المشروط هكا. عطيتكم فكره راهو شيش تقول مثلا اللحم منها راهو نجم نحي شويه ترهيفات اللحم من البلايص الكل. نحي نحترف كيما تحترف للشوربه حترف لشويه قلايه ولا كمونيه ولا مشروط كيما تحب انت مع شويه طابونه. دونك اليوم باش نحكيو على الشاورما الساندويتشات وحكينا انا وياك مشاكل الساندويتشات ومشاكل الساندويتشات اللي قاعده تتباع بتبيع. نرجع ربي ربي يعين الناس الكل الناس الكل تعين وفما ناس بسكنات ربما وقته باش يدبر شويه فلوس لكن الله غالب احنا عنا وليدات صغار شكون ياكل ساندويتش ياكلوا الناس الكل. والحاجه جديده انه النساء الكبار ولا ياكلوا ساندويتشات. انا الواد انا بدا خارجه تقول لي مرة 70 سنه تقول لي عايش ولدي جيب لي كاسكروت دونك ولا ياكلوا. المشكله مش فينا احنا مش في الجينيراسيون اللي نتاع 20 و25 هذول. نحكي جينيراسيون اللي من 50 الفوق والا اللي الولدات الصغار اللي كيما ولدك ربي يخليه لك اللي يبداو هذوكم يبداو بدنا بسونسيبل ياسر على الاخر في الكعبه مرقاس. دونك مع سلاطه محطوطه ثميكة تبدا عنده برويته ما عندوش فروا. دونك انا هنا كل واحد ربي عينه قلت خلينا نعملوا في الدار نعملوا ساندويتشات. دونك نعطيكم ريسيت تاع طابونه ساهل على الاخر وناجحه 100%. كيلو فرينه او نعطيك كيلو فرينه 650 غرام ماء. كيلو فرينة حط عليهم 650 غرام ماء وحط عليهم كعب عظم و10 غرام خميرة و10 غرام سكر و5 غرام ملح وكاس زيت ناجحه مش 55 مليون في المية. دونك ناخذ الخميرة نحطها معك السكر باش تهيجي شوية تولي مخمر وناخذ الفرينة بتاعي نغربلها ونزيدها حاشاكم الربح ونزيدها كاس الزيت هذاك ونبدا نزيد الماء بشويه بشويه نبدا نزيد الماء بشويه بشويه ونعجن في العجينه نتاعي. دونك هذايا بالنسبه كي تحب نحكيو على الواحد به هنا العجينه مش تطلع تحسها طريه شويه معناتها طريه شويه راهو 650 غرام ماء راهو بالنسبه لنا احنا مع نسيت حاجه اخرى حط فيها كعب عظم حط فيها كعب عظم باش الخبز يطلع منفشه شويه. 650 غرام ماء العجينه باش تلقاها طريه على الاخر ما يصيرش وسع بالك قد ما هي طريه من بعد كي مش تعملها مش تردها باش تبولها معناتها مش تردها باش تعمل فاسونيها وتحطها في الكوشه نتاعك العاديه. علاش قلت لك بزيد ماء باش ما تطلعش ملبده معجنه. شو باش تعمل تنفخ
تولي كيما الخبز والشاورما اللي ترى فيه فارفوا في مصر فارغه من الداخل. هذاك على السر. دونك سر النجاح نتاع البات هذه منال هو في نسبه الماء اللي موجوده، نسبه الماء اللي موجوده في الفرينه و10 غرام خميره بالعاني 10. خاطر علاش؟ خاطر احنا لو جيت العجينه باش حاجتش بها مثلا العشيه راني نقصت الخميره، الخميره نزيدوها ونقصوها حسب الطقس وحسب الطبيعه الوقت اللي باش نخدم فيه. بعد نسخن الفور اكثر ما يمكن، سخر الكوشه اكثر ما يمكن، ناخذ كسرونه حديد نعبيها بالماء نحطها في وسط الكوشه نتاعك، الكوشه نتاع الدار، باش تسيبك البخار هذاك في الماء، ماء تغليه شويه وتحطها في وسط الكوشه، وبعد تطرح الخبز نتاعك معناتها تفاصوني تعمل كعباتك الطابونه نتاعك، تعمل شويه ابيض وشويه حليب والا شويه دوري اصفر عظم مع شويه ربح وشويه سينوج من فوق اللي يحب لفاح الخبز، انا فاح الخبز مش كل ما يحبوش، دونك لفاح الخبز من الفوق، وبعد تحط في الكوشه لمده 20 دقيقه ما تحلش الفور. نخرجوا الكسرونه نتاع الماء اللي خليها 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 الباخ هذاك هو اللي مش يرجع. علاش الخبز في الكوشه ينجح؟ على خاطر الكوش جدد ثم بخاخه نتاع ماء هي اللي تعطي ليميديتي تعطي شويه ندوه. دونك انا كي نحطك الكسرونه هذيك لو فما ناس اللي عندهم الفور نتاعهم بالماء بالفابير دونك باش تسيبك الباخ هذاك باش يرجع على الخبز 20 دقيقه تخرج الخبز نتاعك ما تمسوش. كي تخرج الخبز نتاعك شنو؟ كي تخرج الخبز نتاعك شنو تعمل بالضبط؟ تبخ بشويه تبخ بشويه ماء. دونك هذوما بالنسبه لنا احنا كاش حبش نحكيو على الخبز. نرجعوا للشاورما، ناخذ الكويس نتاع الداند، ناخذ الكويس نتاع الداند نعملوا لها موتارد سكنجبيل. بالنسبه لي انا كي نقول موتارد وسكنجبيل نقول دجاج، ما نجمش نناقش فيهم. دونك معاهم كليل وزعتر وملح وفلفل اكحل وزيت وعصره قارص، هاك الفخذ نتاع الستيك هذاك نشرحه اكثر ما يمكن، نرقده لمده ساعتين، ومن بعد ناخذ قلايه ولا نحبانه ونشويه، وهو يتشوى نقصه طريفات صغار، نزيده شويه بصل ومعدنوس وكبار. بصل ومعدنوس وكبار، كتشوف قداش يعطي حاجه مزيانه على الاخر. ومن بعد باش ناخذ بيان سور الساندويتشات نتاعنا، هريسه، مايونيز، كاتشوب اللي نحب انا، ومن بعد باش نحط سلاطه، نعمل انا سلاطه ثم شويه كرمبيت ولا ثم بسباس ولا لوتي، نمشي للكرمبيت نحكي عليه شويه منين، الكرمبيت من المستحسن انك تفوحه بشويه نعناع، تقصه جيد على الاخر، تعركوا باش تطيح له باش ما يبداش كاسح على صغير، وبعد زيدوا شويه نعناع وتخدم به، تحط به الشاورما مع شويه فريت. علاش الفريت ناجح في بلايص وما ينجحش في دارك؟ على خاطر انتم طيبوا الفريت على مره بركه، احنا صناعيه نطيبوا الفريت على مرتين، دونك الفريت الطيب صحيت منال، دونك خلي يرتاح، طيب حضر الفريت نتاعك، حضر الخبز نتاعك، حضر الشاورما نتاعك، حضر سلايتك، وفي الليل يكفي باش كل واحد يعمر الساندويتش نتاعو، تربح اول حاجه فلوس ما يتكلفلكش غالي، تربح صحيا عملت حاجه قدامك في دارك، دونك حاجه قاعد تشوف فيها حتى لصغيراتك، وهكا زادك تربح حاجه اخرى. الخبز هذاك تنجم غدوه كان عشنا زاده تنجم تاكل به المشروط، تنجم تاكل به، تنجم تيبات ما حتى مشكله. الخبز الطابون هذايا تحبوا يقعد هو نفسه، نكنجلو هو سخون، عملت مثلا جبرتك 10 كعبات نكنجلو هو سخون، كي نجبد من الغدوه نرجعه في الفور كاعتباره عملت تويك كان دي برد وبخرجته. هذه دونك معناتها كانجل سخون دوبلاش يخرج سخونه سخونه كانجل سخون بعد ما نال يخرج لك تقولش عليه مازال دوبا خرجته من الكوش. دونك عملنا الساندويتشات هذوما في السحور. شنو اخر كنا باش نحكيو شويه على 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 البسبوسه، اللي كنا على البسبوسه، دونك باش نحكيو شويه على البسبوسه. دونك البسبوسه بالنسبه لي انا ثم ناخذ سميد الحرش وسميد الارض، ثلاثه اربعه فما اربعه يسي وخمسه يسي، ناخذ شويه احرش شويه ارض، زوز كيسان سميد، زوز كيسان سميد، ناخذ عليهم كاس حليب، ناخذ عليهم كاس زيت، ناخذ عليهم كعبه ياغورت، ناخذ عليهم كاس سكر للي يحبها حلوه شويه. هنا نحكيو على على العجنه في حد ذاتها، شكاره سكر فاني وشكاره خميره نتاع حلو. وثلاثه كعبات عظم، ناخذ ثلاثه كعبات عظم نحطهم مع كل كاس سكر ونقعد نخدم فيهم لوين السكر يذوب مع العظم ونقولوا بلانشير يبياض. بعد نزيد الباقي الكل، الحليب والياغورت والزيت الكل مع بعضهم الخليط هذاك وحده. في المقابل شنو ناخذ؟ ناخذ السميد هذاك كل قدير وقدره، ثم شكون يخلط فيه نواة كوكو. ثم شكون يحط فيه شويه لوز، سينو عملها هريسه عاديه بلاش لوز، عاديه نتاع نورمال ما عاد فيها حتى شيء. دونك نحط لك شكاره خميره
نتاع الحلو نخلطها معاها بيان سور فهمتيجي. وبعد شنو نعمل؟ وبعد انكوربوري معناتها باش ندخل هذا في هذا، مش نحط الخلطه، الخلطه نتاع اللي عملت هذيك لاباري مع 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 السميد هذاك. علاش قلت انديفيديال؟ علاش قلت انديفيديال؟ على خاطر مش نطيب، مش نحاول بيان سور نحطها في السيليكون عشان نطيبها، مانيش نطيبها في بلاك مي في بلاتو. اما تنجم تطيبها في بلاتو، هو في بلاتو باهيه. اما انا حبيت نعمله بعض الاشكال منال، فماك السيليكون فماك تلقاه دبدوب، تلقاه ورده صغيره، تلقاه بولات، كل شيء، خاطر بعدش نعمل زيادة حاجه اخرى زياده. فهمت؟ باش نطيبها في 220 درجه لمده 180 حتى 220 درجه لمده 35 دقيقه. السيليكون نختار الشكل اللي نحب عليها بالطبيعه. بعدش نعمل الشحور قد انا نعمل قد السكر قد الماء، انا نحكي قد السكر قد الماء، اما ما نخليش يغلي برشا، يعني 10 دقائق وبعد نحط شويه القارص نزيد من با 10 دقائق يولي مذهب دوري. دونك بعد ما خرجنا هاك البسبوسه هذيك اللي سايل برشا بالعاني نحبو سايل خاطر السميد يشرب برشا، السميد يشرب برشا. بعد باش ناخذ نحطهم في حليب ولا نحط في دبوسه ونبدا نسقي بشويه بشويه، نسقي بشويه، راه ما نسقيش برشا باش ما يفيدش. دونك نسقي بشويه بشويه، نسقي انا واش نحب، اش معناتها واش نحب؟ كما كعبت مخارق اللايت مش هبطها، ينغطسها تقعد برشا في الشحور ينطلعها فيسع. قد ما نقص بطبيعه من الشحور، قد ما هي مش تكون خفيفه فيهاش برشا سكر، قد ما نزيد انا الشحور، قد ما هي مش تكون فيها برشا سكري برشا. من بعد باش نخرجها من المول نتاعها، شوف هنايا اكل الدور هذوك اللي بالله، واش نعمل؟ نذوب شويه شوكولاته، باش ناخذ الشوكولاته نذوبها في شويه ماء، معناتها في باماري مش مديريكت للماء، نزيد معاها شويه زيت نخليها حتى تذوب. واش نعمل؟ شوكولا بالزيت خلطها شويه زيت شويه زيت تعطيني اللقه. ومن بعد باش نعملها جلاساج هاك 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 البسبوسه هذيك، باش نغطيها بالشوكولاته. يعني بدرجه انها بعد مش تبرد كي مش تاكل، مش تاكل من الفوق، هي معناتها مكوفريه بالشوكولا ومن داخل البسبوسه، وبنينه بنينه بنينه على الاخر منال، وديسير ممتاز وما تكلفش. يعني صبيب على شوكولاته تاخوهم انت شويه سميد، شويه سميد نرجع لمشكلة سميد، لكن تو ديما منال ريت المشكله في الاطباق نتاعنا منال، ديما نلقاو صعوبه ان احنا نكملوا الاطباق والا نعملوا اطباق باهيه نظرا لقله بعض المواد المتوفره. لكن راهو اللي يجتهد ويشد الصف وعنده معارف راهو بقدره ربي مش يلقى شكاره سميد ويلقى الحل. شكرا لك شيف. نرجع شويه اخر في رد بالك باش نحكيو كيفاش نشيو الحم بعد الموسيقى.